صباح الخير. اليوم يوم كتير مهم بالنسبة إلي. طلعت لي فرصة عن جد كتير حلوة مع فتافيت. أنا هلأ على الطريق لعندهم. إن شاء الله الشعارات كتير زبطين. فعلى الطريق لعندهم وحنحكي اليوم عن الأكل الأردني. حكون ضيفة ببرنامج تبع الشيف كريم حيدر. وأنا كتير مبسوطة على هالفرصة صراحة. بس يعني مش حكذب عليكم. خايفة. لا الله خايفة. يعني أول مرة أكون باستوديو وكله حيكون بالعربي. فادعوا لي إن شاء الله تمر على خير. يلا منشوفكم باستوديو. Oh my god, I love it. هاي فيديو هاي دي فيديو. ليه ليه ما بدك تكون انت بس بتصور هي. That's a wrap. وين صورتي وين صورتي هون؟ هيدا هيدا الصورة. تعال تعال بصورك. هيدا الصورة. لكن طقسنا لليوم بالخليج العربي بتكون في موجة حر جاية من هون مع شوية بهارات رح تنزل من الكويت. شفتوا يا أردنية اللي بتخوت علي؟ هيني طلعت إني بحكي مش بس أردني وبمثل الأردن كمان، فما تتفلسفوا علي. كثير انبسطت صراحة بالإكسبيرينس تبعت اليوم. التيم تبع فتافيت بعقد بعقد بعقد، مهضومين بطريقة مش طبيعية. وبنفس الوقت فكرة ال لحظة مش قادر أركز وأحكي معكم. صراحة أنا كتير حبيت فكرة البرنامج تبع الشيف كريم حيدر. فكرة كتير بتعقد. هو بالضبط يعني بده يثقف العرب عن الطبخات العربية اللي إحنا ما بنعرفها. يعني مثلا بالأردن الكل بيعرف عن المنسف، أو بدول الخليج أكيد بنعرف الكبسة. بس هو حاول يدور على أكلات اللي مش متعودين عليها بس موجودة، وجاب ناس من كل منطقة عشان يثقفونا أكتر عن كيف تقدر تنعمل هاي الطبخات وعلى الأصول. فأنا اليوم حكيت عن الطبخ، أنا حكيت عن المطبخ الأردني اليوم. طبخات صراحة لذيذة كتير، وحخبركم لما بتطلع هاي الحلقة.